ينضم إلينا من سوريا وتحديدا من مدينة جبلة باللاذقية مفادتنا منى أبو دياب، ومن القامشلي مراسلنا هجار السيد، ومن تركيا تحديدا أضنا مراسلنا فراس لطفي، ومن كهرمان مرعش مفادنا سلمان العنداري. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك مفادتنا منى من جبلة باللاذقية، ما الذي ترصدينه اليوم في اليوم السابع من عمليات الإنقاذ، ربما وصول المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، ما الذي رصدته في اليوم السابع بعد الزلزال؟ نعم، هذا صحيح، هنا اليوم السابع، ومن المتوقع أن يكون هو اليوم هنا في اللاذقية موعد الإعلان عن انتهاء مرحلة بحث والإنقاذ، الانتقال إلى مرحلة بحث والانتشال. ستتوقع هنا المصادر المحلية أن يتم الإعلان رسميا في نهاية هذا اليوم عن انتهاء مرحلة البحث عن في إنقاذ الضحايا، مما يعني أننا سوف تكون أيام المقبلة أياما لزيادة عدد الضحايا القتلى. هناك الأمل يتضاءل في الوصول إلى مزيد من الناجين. كانت بالأمس كانت محافظة حلب وإدلب قد أعلنت انتهاء عمليات البحث والإنقاذ والانتقال فقط إلى مرحلة البحث والانتشال. فيما يتعلق، سوف نتابع خلال اليوم آخر عمليات الإنقاذ، وهنا في جبلة تحديدا هناك أربع فرق تعمل على عمليات الإنقاذ، وهي فرق إماراتية وفرق فنزويلية وروسية، وهناك فريق أردني أيضا، كلها متواجدة في هذه المنطقة من محافظة اللاذقية. فيما يتعلق بوصول المساعدات، كان هناك تأكيدات رسمية أن هناك 60 طائرة حتى الآن وصلت إلى مطارات سوريا محملة بالمساعدات من دول الصديقة وشقيقة كما ذكرت البيانات الرسمية. وفيما يتعلق أيضا، هناك متوقع وصول المزيد من الطائرات المحملة بالمساعدات، وكان هناك مزيد من الدول قد أعلنت طلبت زونات هبوط في مطارات سوريا، ومن بينها السعودية وبيلاروسيا، وقبل قليل قد تم الإعلان عن وصول طائرة بيلاروسية إلى مطار دمشق محملة بالمساعدات. إذن المساعدات تتواصل بالوصول ويتم توزيعها في المحافظات المنكوبة، وهي بشكل أساسي اللاذقية، حلب وإدلب. وسوف نحاول اليوم خلال اليوم رصد توزيع عمليات الإغاثة والمساعدات. من المفيد بالذكر هنا أن هناك جهود مدنية، جهود محلية متواصلة جدا وبشكل مكثف. من الملاحظ أن هناك المحافظات الأخرى غير المنكوبة تسعى بكل قوة للمساعدة والوصول بإيصال المساعدات إلى هذه المناطق المنكوبة. إذا نحن في بداية النهار وسوف نتابع معكم التفاصيل تباعا. نعم. ننتقل إلى مراسلنا هجار السيد الموجود في القامشلي. هجار، كيف تبدو الصورة اليوم أو المشهد في الشمال الغربي من سوريا؟ نعم، لنبدأ نشرتنا هذا الصباح بخبر المعجزة كما يسمونه فرق الدفاع المدني. ليلة البارحة في تمام الساعة 12 ليلا تم انتشال طفلة وهي على قيد الحياة بعد مرور 6 أيام، ليتحول المشهد في شمال غربي سوريا من الحزن إلى عرس كما وصفوه الناشطون في مدينة في منطقة جنديرس بالتحديد، حيث تم انتشال طفلة وبحسب المعلومات عمرها لم يتجاوز أكثر من سنة، وبحسب المعلومات بأن الفريق السعودي بعد وصوله إلى منطقة جنديرس كان هناك فارقا في انتشال الجثث، وأيضا قد نشهد إنقاذ بعض الضحايا من تحت الأنقاض، لأن الفريق السعودي بحسب المعلومات يملكون أجهزة ذكية وأيضا حرارية في وجود بعض الأحياء من تحت الأنقاض. ولننتقل إلى عدد الضحايا في مناطق شمال غربي سوريا. بحسب الدفاع المدني وصل عدد الضحايا في مناطق شمال غربي سوريا إلى نحو 2500 في ظل وجود أكثر من 3000 مفقود في مناطق شمال غربي سوريا.
وأيضا لا يزال هناك مئات العوائل تحت الأنقاض في تلك المنطقة. بالنسبة للمساعدات الإغاثية والإنسانية، كان هناك ليلة البارحة رفعا لشعار الأمم المتحدة مقلوبا، وذلك للإشارة إلى أن الأمم المتحدة تفاضل مع الشعب السوري وكان له دور في قتل الشعب السوري بحسب ما رفعوه من شعارات الناشطين والمنظمات المحلية العاملة في تلك المنطقة، وأيضا كتبوا شعارات على الجدران: نحن متنا، شكرا لتفاضلكم على الأنقاض في منطقة جنديرس وأيضا في إدلب. بالنسبة للمساعدات الإغاثية والإنسانية التي دخلت منذ أكثر من 24 ساعة، هي القوافل الاعتيادية والدورية الأممية دخلت إلى مناطق شمال غربي سوريا، وبالإضافة إلى دخول قافلة جمعية برزاني الخيرية ليلة البارحة، و كانت مؤلفة من 12 شاحنة تحمل مواد تدفئة وأيضا بعض الخيام، بالإضافة إلى دخول القافلة السعودية والذي يضم بحسب المعلومات نحو 90 منقذا وكوادر طبية وأيضا بعض سيارات والأجهزة الحديثة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض. بالنسبة للمساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل الحكومة السورية باتجاه مناطق شمال غربي سوريا لم يصل بعد حتى هذه اللحظة، وبحسب المعلومات عفوا يحتاج الدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا إلى بعض الإجراءات. أما بالنسبة للمساعدات الإغاثية والإنسانية التي سوف تدخل من قبل مناطق الإدارة الذاتية والتي تتألف من 50 شاحنة تحمل مواد وقود وأكثر من 10 قافلة من المساعدات الإغاثية والإنسانية، نحن نقوم اليوم للذهاب، نحن الآن في طريق للذهاب إلى معبر أم الجلود والذي يعتبر النقطة الفاصلة ما بين مناطق المعارضة السورية وقسد، للاطلاع على آخر المستجدات وهل سيتم دخول هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى هذه المنطقة أم لا. ننتقل إلى كهرمان مرعش في تركيا مع مفادنا سلمان العنداري. سلمان، أنت موجود في منطقة مركز الزلزال، وقد تكون هذه المدينة من بين المدن الأكثر تضررا في الجنوب التركي. ما الذي شاهدته ورصدته اليوم من عمليات إنقاذ ومن وصول مساعدات إنسانية وميدانية إلى كهرمان مرعش؟ بالفعل ميشا، هنا مركز الزلزال في مدينة كهرمان مرعش، وبصراحة الدمار كبير جدا في المدينة وفي القرى المحيطة في هذه المنطقة حيث نتواجد. أشير بداية إلى هزة ارتدادية شعرنا بها قبل نحو ساعة بلغت نحو 4.3 على مقياس ريختر. مركز هذه الهزة كانت مدينة كهرمان مرعش حيث نتواجد، إضافة إلى عدة هزات ارتدادية رصدناها خلال فترة الليل، بعضها تجاوز 4 درجات على مقياس ريختر. الدمار كبير هنا في المدينة، كان لنا جولة طويلة بالأمس على عدة نقاط في وسط المدينة، الدمار كبير، الأبنية مدمرة بشكل كامل، هناك آلاف الأبنية تم إخلاؤها من سكانها بسبب التصدعات الكبيرة التي حصلت جراء الزلزال. هنا حيث نتواجد هي نقطة الإنقاذ والبحث في كهرمان مرعش، أكثر من 5000 رجل إنقاذ يعمل في هذه المنطقة من مختلف الدول من أكثر من 70 دولة. نرى حركة نشطة جدا اليوم، هناك فرق إنقاذ تستعد لمغادرة هذه النقطة إلى داخل المدينة للمساهمة في عمليات الإنقاذ أو على الأقل البحث عن ناجين محتملين. وإن تضاءلت هذه الأمال في البحث عن ناجين محتملين، هناك إصرار من قبل فرق البحث من مختلف الدول على ضرورة البحث عن ناجين محتملين في بعض الأبنية التي تهدمت بفعل الزلزال. على صعيد آخر، يعني بالأمس وحتى ساعة متأخرة من الليل كنا نرصد ونتابع أيضا داخل المدينة عمليات إنقاذ، حيث تم يعني العثور على بعض الناجين المحتملين، ولكن بعد ساعات طوال يعني اتضح بأن هؤلاء تحولوا إلى ضحايا، وبالتالي كان هناك ردات فعل حزينة جدا من قبل أهالي هذه المدينة الذين ينتظرون، حتى أنهم يدعون بعض المقتنيات الشخصية على الرصيف ويسألون عما إذا
وجدوا هؤلاء أو إذا كانت تعود لبعض الأشخاص وضعوا بعض الصور كانوا يسألون عن ذويهم للشرطة التركية للأجهزة المعنية هنا. السكان يعيشون حالة من الصدمة بعد 7 أيام على هذا الزلزال. هناك العديد من الفرق تعمل حتى الساعة في عدة مناطق في كهرمان مرعش، وكما أشرت فإن القرى المحيطة بهذه المدينة تضررت بالكامل. يعني بالأمس بالطريق من غازي عنتاب إلى كهرمان مرعش رأينا حجم الدمار الكامل والكبير في بعض القرى وبعض المرتفعات هنا في منطقة كهرمان مرعش وفي الوسط التركي. إذن جهود الإنقاذ مستمرة، أعداد القتلى تخطت 24,000. أيضا كان هناك تصريح من إدارة الكوارث التركية صباح هذا اليوم بأنه أكثر من 24,000 مبنى تهدم بالكامل أو تضرر بشكل كبير، وربما يمكن رصد عشرات الألاف من المباني تم إخلاؤها بشكل كامل. رصدنا تصدعات كبيرة، المحال هنا مقفلة، لا يوجد أي حركة، لا حركة تجارية ولا حركة في السكان. هناك الألاف أيضا تم إجلاؤهم من هذه النقطة، من هذه المنطقة إلى خارج الولايات التركية المتضررة بفعل الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذه المنطقة، إضافة إلى البرد الشديد والقارس في فترات الليل وصعوبة يعني الاستمرار بعمليات الإنقاذ. نتوقع اليوم أن تبدأ عمليات انتشال أو رفع الإنقاذ رسميا وانتشال مزيد ومزيد من الجثث، وبالتالي نتوقع ارتفاع كبير في الساعات المقبلة بأعداد القتلى بحسب التوقعات هنا في كهرمان مرعش وفي عدد من الولايات المتضررة. نذهب إلى مراسلنا فراس لطفي الموجود في أضنا. فراس، يعني أي مرحلة أنت تشهد اليوم لناحية الإنقاذ والانتشال والبحث؟ هل هناك حصيلة جديدة تمكنت من متابعتها إن كان يعني من قبل فرق الإنقاذ التي تقوم بواجبها من أجل إنقاذ ناجين إذا كان هنالك ناجون أو انتشال ضحايا؟ يعني هنا في أضنا الأمور تسير بشكل مختلف لربما، حيث تسير الحياة على وقع الزلزال مشوشة بشكل كبير، ولكن كما تشاهدون هنا يعني بدأت إزالة الأتربة وأكوام الإسمنتية بشكل كامل من المباني التي تهدمت. هذه منطقة كانت يعني شهدت انهيار كامل لأحد المباني، تم إزالته بالكامل، والمبنى المقابل كما تشاهدون هو متصدع بشكل كبير. وهذه المباني التي أصبحت آيلة للسقوط لربما هي الأخطر على السكان وعلى فرق الإنقاذ، حيث أفدنا صباحا بسقوط جزء من مبنى على فرق الإنقاذ في محافظة هاتاي خلال عملية البحث وإنقاذ لأي من الناجين تحت هذا الركام. ولكن أمس كان هناك يعني يمكن القول العديد من المعجزات، 8 أشخاص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بعد 140 ساعة من دون ماء أو طعام. شاهدنا 2 منهم في هاتاي وفي أيضا في غازي عنتاب كان هناك إنقاذ، وفي كهرمان مرعش حيث يتواجد الزميل سلمان 8 أشخاص تم إنقاذهم يوم أمس. وبالتالي ارتفع منسوب الأمل لدى فرق الإنقاذ بوجود مزيد من الناجين رغم مرور هذه الأيام 7 القاسية على الأتراك هنا في المنطقة الجنوبية. كما يعني تشاهدون هنا في أضنا كما ذكرت لكم يعني الهزات الارتدادية لربما تشكل خطرا كبيرا على السكان هنا، خاصة من هم يعني بقوا في هذه المباني. ولكن كما فهمنا فأن هناك أحياء كثيرة تم إخلاؤها بالكامل خشية من هذه الهزات الارتدادية التي قد تكون يعني مفعولها كبير بانهيار مبان آيلة للسقوط. بالنسبة للمشهد، مشهد النازحين ومن شردهم الزلزال، فقد يعني علمنا بأن هناك أكثر من 80,000 خيمة تم نصبها في عموم المنطقة الجنوبية لاستيعاب وإيواء من نزحوا بفعل الزلزال. الدولة التركية تتحدث عن أكثر من 1,100,000 شخص تم إيواؤهم في مراكز خصصت لذلك من قبل الحكومة التركية، سواء في الفنادق أو في يعني خيام أو قرى لمن نزحوا.
يعني بيوت متنقلة. المساعدات لا تزال يعني تضخ إلى المنطقة الجنوبية لمنطقة هاتاي، الآلاف من تشردوا هناك أصبحوا يعيشون على المعونات وعلى المساعدات الإنسانية الأممية أو من دول أخرى. أكثر من 60 دولة تساعد تركيا في البحث والإنقاذ، وهناك طبعا خطة كما أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إعمار كل ما تم تدميره في الزلزال خلال عام واحد، لربما ذلك أيضا رفع منسوب الأمل لدى المواطنين الذين أصبحوا ينظرون إلى ذكرياتهم المتناثرة في بين الركام بعد أن دمر الزلزال كل شيء، عمارات سكنية كاملة، أكثر من 2000 مبنى في مدينة هاتاي تم تسويتها بالأرض بفعل هذا الزلزال، والآلاف منها أصبح آيلا للسقوط، والناس هناك يبحثون بين الركام عن ذكرياتهم، وجزء منهم لا يزال ينتظر متلاصق مع فرق الإنقاذ لانتشال أحد أقربائه أو أحبته الذين لا يزالون عالقون تحت هذه الأكوام الإسمنتية. ميشا، شبكة مراسلين، شكرا لكم. من أضنا مراسلنا فراس لطفي، ومن كهرمان مرعش مفدنا سلمان العنداري. أما منى أبو دياب من مدينة جبل بلاذقية، شكرا لكم.